ومن قمة فعاليات البريكس بنروح نكمل معاكم بقى كلامنا عن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 واللي خلاص على الأبواب إن هو يخلص، واللي أطربنا بألوان ومواويل عربية متنوعة كتير من كل أقطار الوطن العربي. احنا معانا تقرير لليوم الـ12 وتعالوا نشوفه ونرجع لكم مرة تانية. بصراحة الأجواء حلوة جدا وتنظيم محترم قوي والدنيا بجد لطيفة جدا، يعني بجد هو ممتاز جدا جدا. أنا حفلة هاني شاكر عشان أنا بحب هاني شاكر أو عمر خيرت أو الحفلات كلها أنا متابعاها كلها، فممتازة فعلا بجد. مهرجان جميل جدا، أنا تاني حفلة حضرها النهاردة. أنا حضرت تامر عاشور من 3 أيام والنهاردة جاي أحضر تامر هاني شاكر عفوا، ومعايا حماتي، ومبسوط جدا بالمكان بصراحه. جميل جدا، وبحس ان الاطراز بتاعنا بيحيى من جديد، وبحس ان يعني انا جايه بحب هاني شاكر وبحب اغانيه، وكان قبل كده مدحت صالح، ويعني حاجه جميله جدا والله. جميل جدا جدا، والاجواء جميله والناس جميله والتنظيم مبهر بصراحه، يعني يا رب كده كل سنه يبقى احسن واحسن باذن الله. ان شاء الله. لا فعلا الاجواء حلوه جدا وتنظيم كويس جدا. لا انبسطنا بصراحه، دي تاني حفله لينا وانبسطنا جدا بصراحه. حضرنا مروه ناجي، كان برضك جميل قوي، كان يوم رائع جدا وكانت روعه الصراحه. والنهارده طبعا هاني شاكر ممتاز طبعا، اكيد من غير ما نحضر احنا عارفين ان هو ممتاز. مهرجان هايل، انا كل سنه لازم المهرجان لازم احضره يعني.